الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصيت الأقربين دي ماذا تصنع لهم؟ أعلمها أنك بريء منهم، ما تقولش لهم حق الرحم وحق القربة ومش عارف إيه وتعمل الحاجات دي. إن عصوك فقل إني بأعلمها، معنى قل ما قالش فتبرأ أنت من دينك، لا قلها. ليه؟ علشان يعرف الناس كلهم. لما يكون مثلا أتباع الرئيس وواحد خالف يعلنها أنا بريء مما يفعل، تأخذ القوانين مجراها وماليش دعوة بيها، أنا متبرى منه. يوم الكل يعرف إنه ما يصرش بأن تجامله، خلاص انتهت المسألة. يقول ما فيش واحد يتطوع بالنفاق ويجامل. اللي بيخسر الدنيا إيه؟ إنه مثلا افرض اللي تابع رئيس من الرؤساء وعمل حاجة، الناس تنافق الرئيس في إيه؟ في إنها إيه؟ تاخد بالهواده وتاخد بالرحمه، يقول لا اعلمها يا اخويا علشان الكل ما يدخلش في ركب النفاق ويعمل العمليه دي. وكل واحد يعرف انه ان خالف امرا سيجعل مكانا لكل المسلمين. يبقى هذه المساله كلها. قال عمر حكم الدنيا؟ لا، عمر حكم نفسه اولا فحكمت له الدنيا. فاللي عايز تحكم له الدنيا احكم نفسه. ساعة ما يحكم نفسه لا يجرؤ واحد من أتباعه أن يختلف، مش ممكن. ساعة ما يشوفه هو ممكنش. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. بريء مما تعملون، وبعدين هتقلل أنصارك وتخليهم يبقوا مش عارف وليات إيه وإيه وإيه، وإيه لا أوعى تفهم إنهم بيعملوا لك حاجة. اجعل توكلك على مين؟ على العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يهرب، ورحيم ايضا. مش عزيز يعني بقى يبقى يعني ما دام يغلبش يبقى قهار، لا، ده هو ايه؟ مع العزه رحيم. ليه؟ ام قال لك لان عزه العزيز على المتكبر رحمه بالمتكبر عليه. واحد بيتكبر تقوم انت تبقى عزيز عليه، بترحم مين؟ ترحم اللي بيتكبر عليه. ساعة ما يشوفوه هو كده واحد جه بكه، يفهم الواحد قاعد عامل فتوة كده في القهوة، وبعدين دخل واحد بقى كده بص له كده عرف انه فتوة عنده، يعمل ايه؟ على طول خلاص قال له اوعى اوعى قول ان عصاك قول اني بريء منكم، ما تقولش انا اقل من اتباعي وانصاري. لا، ده انت متوكل على مين؟ على العزيز الايه؟ الرحيم. واحنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه وخليفته في الارض ان يكون قريبا، ان يكون ناصحا. يقول له ايه؟ اوعى تتوكل على زي على واحد زيك، لان معنى ان تتوكل على واحد زيك يبقى ان انت عاجز عن العمل، مش كده؟ ما دام انت عاجز على معناها انه قد يعجز عن العمل. ما دام العجز جاي عليه تبقى تتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على العزيز الرحيم، وعزته ورحمته لك انت تستاهلها. ليه؟ لانه يراك حين تقوم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. توكل على من يحبك ويقدر عملك. ربنا بيحبك ويقدر عملك. ليه؟ لانه يراك حين تقوم. تقوم في ايه؟ تقوم بالليل والناس نيام؟ لانك تصح. تقوم يعني تصلي لوحدك؟ يصح. طب يراك حين تقوم، يراك على اي حاله؟ ام قال لك على حال الفرح من اجابه استدعاء له. ساعة ما قال الله أكبر استدعاء من الله قام بإيه؟ بفرح ونشاط ليجيب، مش بتراخي وكسل.
يبقى يراك حين تقوم وما أنت عليه من الفرح والسرعة الاستجابة إلى نداء الله في قوله الله إيه؟ الله أكبر. يراك حين تقوم على حالة إيه؟ على حالة الانشراح وأنك مقبل على الله، ومقبل على الله هيعطيك فروضات ولو كنت هتسيب أي شغل. ولذلك كان شعار الآذان الذي وافق عليه الرسول الله أكبر، يعني الله أكبر من أي عمل. إن كنت نوم الله أكبر من النوم، قوم. إن كنت في عمل بتتاجر وبتبيع ومش عارف إيه، الله أكبر من البيع، الله أكبر مما يفوت. مش واحد يقولك لا أجلها، وبعدين هو الوقت طويل، الناس ما بتفطرش إلا طول الوقت ده جاي ليه؟ أطول الأوقات بين الوقتين بين الصبح والظهر وبين المغرب وبين العشاء والفجر. طول الوقت مش معناها إن بيقولك صلي في أي وقت من دول. هو يريدك أن تستجيب ساعة يقول الله أكبر، يقولك الله أكبر من أي شاغل عن الاستجابة له حين يدعوك، وتجد إنه اختار الله أكبر مع أن من أسمائه مش الأكبر، من أسمائه الكبير. الملحظ في هذا قال لك لما يقال أكبر صحيح من الممكن أن يكون مقابله كبير، فبدي يقول برضو مشاغل الحياة كبيرة وعايزينها لأنها استقامة حركة الحياة وتنفع وتعمل مش عارف إيه وتعمل إيه وتستعمر في الأرض وتعمل إيه. أنا ما بقولكش هذا، بس في أكبر منها هو خالقه أكبر منها وهو إيه. يبقى لما يقول أكبر برضو الحياة، ولذلك إيه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى الانتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله مش إيه، مش صغير، ما كبير برضو، إنما دعوة من خلقك وخلقها أكبر من هذا. لكن في اسمه الكبير ما قالش أكبر، الكبير بس. ليه؟ لأن كبير يبقى المقابل له صغير، فاختار الاسم عشان يبقى كل مقابل صغير. لكن في الثاني أكبر، لأن برضو دي مطلوبة، ولا تنسى نصيبك من الايه؟ من الدنيا، لأن دي حركة حياة. واللي هيعينك على الصلاة ايه؟ مش على القوت وعلى اللبس اللي تستر عورتك. عايز حركة ولا مش عايز حركة؟ عايز حركة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي الناس نيام وأنت قائم الله، أدي واحدة. أو يراك حين تقوم مسرور باللقاء، أو يراك حين تقوم في السلام منفردا، أو يراك حين تقوم يومي وتقلبك في الإيه؟ في الساجدين. تقلبك قعود قيام ركوع سجود، كل دي يراك في هذه الايه، في هذه الاحوال. والذي يراك في هذه الاحوال ويرى سرورك بمقامك بين يدي ربك، يبقى لما يتكل عليه يبقى انت تستاهل انه يكون عزيز وايه، عزيز ورحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. او تقلبك في الساجدين هو يقول ايه، اياكم ان واحد منكم يرفع راسه من الركوع قبل ما ارفع او من السجود او يضع قبلي، انتم تبعي، يعني تعملوا ما تعملوش حاجه الا بعد ما ايه، ما عملت. وتقولوا من اللي بتصلي وراه ان انا مش شايفكم، ان انا ارى من خلفي كما ارى من امامي. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، السميع بما يقال والعليم بما يجول في الخواطر. نعم، انتوا بتقولوا تنزلت لي الشياطين، لا انا اقول لكم الشياطين بتتنزل على مين، ما صحح لكم المعلومه، ما تنزلت به الشياطين على محمد، انما هقول لكم الشياطين بتتنزل على مين. صحيح الشياطين بتتنزل، وان الشياطين لا يروحون ايه الى اولياء. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أسير، لأن هذا المناسب لهم، لأن ما دام الشياطين والشياطين أعداء، لأن الجن قسمين، منه صالح ومنه غير إيه صالح، غير الصالح بيسموه إيه؟ الشيطان. نعم، تنزلوا على كل أفاك أسير. الجماعة اللي كانوا بيقعدوا يخطفوا أشياء كده وبعد ذلك يقول لك حاجة تصدق مرة ويحط في لحى إيه؟ 20 كذبة.
والافاك احنا قلنا هناك في المؤتفكه يعني اللي بتكرم الحقائق يلقون السمع. السمع مصدر والآلة بتاعته الأذن. هما بيلقوا المصدر والسمع ولا بيلقوا الأذن؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني ألقى سمعه عشان يستمع مين؟ لما يكون واحد حتى صوته واطي يقوم يمد له لأنه حريص على أن يسمع. مش حريص على إنه ما يسمعش، ده حريص على إنه يعمل إيه؟ ولذلك لما يكون سمع بصوت واحد بيتكلم كلام مفيد يعمل ايه؟ يميل براسه، يبقى اسمه ايه؟ القى الايه؟ القى السمع. والمراد بالسمع هو الاذن. واكثرهم كاذبون. طب وقال له اكثرهم كاذبون ليه؟ قام قال لك لان بعضهم يبقى صادق علشان يغلف الكذب بتاعه. واحد يقول على حاجه وبعدين تطلع صوت. يقوم يحفر في لحى كام واحده كذب. علشان انت تاخد ايه؟ من صدقه دليل على ايه؟ انه ايه صادق. يقول لك جاب. والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء طبعا جمع شاعر، والشاعر هو من يقول الشعر، والشعر له اصطلاح عام وكلام موزون مقفى. لكن كفار قريش حينما اتهموا رسول الله بانه شاعر لم يقولوا شاعر، مش كده؟ ويقول هناك وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. بقى العربي اللي هو لسانه فصيح والامه اللي هي امه بلاغه واداء وعاملين للكلمه وحسن الاداء معارض في مربد وذي المجاز والمجنه وعكاظ بيجيبوا حكام وينصبوا ويعلقوا الجيد منه على الكعبة. أمة تبقى أمة كلام مش هتعرف الفرق بين الشعر واللي مش شعر. يبقى أمال يقصدون بالشعر هنا إيه؟ لما يقولوا شاعر وما تربصوا به ريب المنون. بقى هم مش عارفين الفرق بين الشعر واللي مش شعر. ده أمة كلام. أم قال لك يقصدون بالشعر الكلام العذب المستمر اللي يأثر في المشاعر والوجدان ولو كان نثرا. أهديا بقى ادارة فيها أصحاب الشعر الحر. يجيبوا بقى كلام وخيال ومش عارف إيه، لما مش لا موزون ولا إيه ولا مقفى. والشعراء يتبعهم الغاوون. ما معنى الغاوي؟ الغاوي هو الضال. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. الذي يقوم هام على وجهه أو سار إلى غير مقصود بدون ترتيب أو ماشي كده زي على الماكنة اسمه إيه؟ هام. فلان هام على وجهه. هام على وجهه يعني ملوش إيه؟ ملوش مقصد في حاجة، هايم كده. وزيك فلان يقول لك ده فيه ده هايم في الدنيا، ده هو ده له، هو حد عارفه تنزة دي مش كده بيقولوا ولا إيه؟ ده هايم في الدنيا. ألم ترى أنهم في كل واد، احنا عارفين أن الوادي هو المنخفض بين جبلين، وده كان محل السير للعرب ومحل وجود شوية الأشجار والبساتين والمية والبتاع. ويقول في كل واد يهيم يعني ملوش هدف. يقول له صحيح الشعراء كانوا كده بتوع خيال. يجي يمدح واحد طمعان في خيره، ما ادالوش الخير يسبح يذمه. يبقى مالوش وادي يمشي فيه كلمة حق وكلمة مثل، لا يمشي المتنبي أو المتنبي في شعر العرب والحكيم اللي مش عارف إيه يعني نضرب به المثل. كان في حاكم والي مصر هنا اسمه كافور الإخشيري. كافور الإخشيري ده كان أسود وكان له كلية يسموه أبو المسك. من يسود المسك يسود المنافقين قالوا له ابو المسك انت ابو المسك. يقول المتنبي لما يكون راضي عنه بقى وطمعان فيه يقول له انت ابو المسك، انت ابو كل طيب.
أبى كل طيب لا أبى المسك وحده. يا خراب ايه المعرض ايه؟ وبعدين ايه يقول له في قصيدة تانية، قضى الله يا كافور انك اول، دي ربنا اضاهي، وليس بقاض ان يرى لك ثاني. يا سلام كده للطلبة دي لما ما ادهش طلبه قال ايه يا خراب مسك وبقى مسكي. وليك الرضا لو أخفت النفس قافية، وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية، أمينة وإخلافة وغدرة وخسة وجبنة، أشخص اللي أم قاضية بخرار. وتعجبني رجلاك في النعل، مهم لما يكون كده بيضة أو كده، إنني رأيتك ذا نعل وإن كنت حافية، ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية، ولولا فضول الناس وحيقولوا لك جئتك مادحا بما كنت في نفسي به لك هاجية. فقولنا دي بدي امدح وانا بهجيك لان الناس حيقولوا لك، يبقى بيدل على انه غبي ولا مش غبي. الم ترى انهم في كل واد ايه ويجي يمدح الكرم والكريم ويطلعوا التاني. الله متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. الله بيمدحه إنه كريم وهو بخيل، يمدح الكرم وهو إيه طيب. البخيل ده يوصف قصة واحد كريم ويجيد الوصف بتاعها تمام. أنا طب ما تسرق لك منه حاجة الراجل اللي قاعد في كده، وبعدين مش لاقي اكل ولا شرب وعنده عيال جعانين وقعد ثلاث ايام ما ياكلش. يوم الحطيئه البخيل اللي هو اللي يقعد يشجعه على الايه؟ على الكرم، لدرجه انه يجعل الكريم دي عايز يذبح ابنه عشان ياكل الناس. طب يا اخي ما تاخد لك عبره، يقول لك وطاوي سلاسل قعد ثلاث ايام ما اكلش، عاصب البطن محزن ما فيش مرمل ارمل عليه عنده اولاد. مال طاول ثلاث عاصر البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن الرسمة. أخي جفوة فيه من الأنس وحشة، يرى البؤس فيها من شراسة نومة، وأفرد في شعب عجوزا إذا أها ثلاثة أشباح تقاله مبعمة، زي ما يكون عيز حفاة عراة مختزة وخبز ملة، ولا عرفوا للبر مش خلق طعمة. ما الراجل ده اللي بالشكل ده الغلبان اللي مش لاقي حاجه دي؟ انك راى شبحا واحد كده وسط الظلام فراعه، فلما راى ضيفا تشمر واهتم، انت هلاقي حاجه. فلما راى ضيفا تشمر ايه؟ واهتم. وبعدين ابنه قال له ايه؟ قال له يا ابتي لا تعتذر بالعجل، على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ذما. قال له اذبحني ويسر لهم طعما. فقام ابنه لما رآه بحيرة، أيا أبت اذبحني ويسر لهم طعما ولا تعتذر بالعجل، يعني بالفقر، على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ايه ذما. فبينا هما لسه في الأخذ والرد من الولد، عمت على البعد عانته سر من بقر الوحش، قد انتظمت من خلف مسحلها نظرة عطاشا تريد الماء. شوف بقى كان وحش جاي سرب بحاله. فانساب نحوها على انه منها الى دمها اظمى، فامهلها حتى تروت عطاشها، وارسل فيها من كنانته سهما، فخرت نحوف ذات جحش سمينه، قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما. فيا بشره اذ جرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدنا، وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم، وما غرموا غلما وقد غنموا ظلما، وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم، والأم من بشرها أمه. الراجل اللي بالشكل ده بقى دي وعمل ده جد جد بحبه، قال الحطيئة اللي كرمه يعمل فيه قصيدة. يبقى في كل واد يهمون ولا لا؟ في كل واد ايه؟ والمتهاب اللي قال فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، طلعوا عليه
حد يفر جه وقف كده قال له مش انت اللي بتقول في الخيل والليل والبيداء وتعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم ام اختشى وراح يحارب فمات قال ما قتلني العبد له هو اللي قتله. يبقى والشعراء يتبعهم الايه الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. يمدح الكرم وهو ابقى من الموت ويمدح الشجاعه وهو بايه هو ذبان. ليه يقول؟ لان في بقى جماعه شعراء كانوا بيتكلموا عن سيدنا بالشكل ده. عبد الله مثلا ابن ابن زبعره ومسافع الجمحي دول كانوا بيقولوا شايف النبي عليه الصلاه والسلام ولما بقى يقعدوا يذموا في النبي يقولوا تضللوا الغاوين انبسطوا بقى يقولوا قول كمان قول كمان ما بيذم في النبي بقى يتبعهم الغاوون يتبعهم الايه الضالون. الشعراء من المسلمين انتصروا لرسول الله فلما سمعوا الكلام ده قالوا يا رسول الله كل الشعراء كده أن قال لا اقروا الا الذين امنوا من سنته الا مين بقى الشعراء يتبعهم الغاوون اللي هو مين اللي هو كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه وحسان بن ايه بن سلمة. قال يا رسول الله احنا هنبقى فيهم قال الا الذين ايه امنوا ادي واحد وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا كل بكم ما يزم في الاسلام انتوا ايه دول ايه يمدحوه وانتصروا من بعد ما ظلموا يقولوا على النبي حاجه هم يردوا عليها. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نصب لحسان منبر وقال له قل وروح القدس معك اهجهم وجبريل معك. وقال لكعب بن مالك اهجهم فان كلامك عليهم اشد من رشق النبال. وخلاهم يقولوا في المسجد يقولوا شعر. ليه؟ لانهم دخلوا في الاستثناء. الا من بقى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا مجدوا الاسلام ومجدوا الحق ومجدوا الرسول والى اخره يردوا على بكم وانتصروا من بعد ما ظلموا. مش قالوا كده هاجوا الناس. ولذلك ايه لما قال للنبي سفيان اتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقائم. وكلمه وانتصروا من بعد ما ظلموا يعني مش هم صفه كده يبتدوا الكلام لا وان عاقبتم فاعاقبوا بمثل ايه ما عوقبتم. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللي ظلم ربنا بده يعمل له تنفيس عن نفسه عشان ما يتعقدش ويقعد يكبت لانه لما يقعد يكبت هيجي ينفجر وانفجاره يبقى شديد قوي. فلما يقول له كلمه يتريح ايه تريح نفسه. الشعراء يتبعهم الغاوون اللي هم الضالين لانه بيأيد مذهبهم في الحياه وما دام يأيد مذهبهم بشعر والشعر عندهم ده له وزن قوي. والشعراء يتبعهم الغاوون والدليل على ذلك ألم تر أنهم في كل واد يهيمون يعني لا يحكم منطقهم مبدأ ولا خلق بل يحكم هواهم المبدأ والخلق. يحب يمدح يكره ايه يذم. الرجل اللي جم عند النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك كانوا جايين الاثنين زبرقان بن نضر وعمرو بن الأحتى مش عارف وبعدين واحد منهم قال ان فلان ده سيد القبيله والرئيس واللي مش عارف ايه كان جمله كده. فالتاني قال والله يا رسول الله انه لا يعلم مني فوق الذي قال يعني هو عارف عني حاجات كتير انما يعني كلها الكلمتين بس كده. فالتاني قال انا والله وقد قال ما قال فانه لضيق العطل احمق الاب لئيم العم والخال. شوف الاول قال ايه والثاني قال ايه والله يا رسول الله ما كذبت في الاولى ولقد صدقت في الثانيه. يعني انا مصيب في الاثنين ولكنني رضيت فقلت احسن ما علمت وغضبت فقلت اسوا ما علمت
ووالله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال سيدنا رسول الله إن من البيان لسحرا. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا أبشر وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وبعد ذلك ختم الله كل هذا من وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المنقلب والمرجع يعني بكرة يعرفوا إن المرجع بتاعهم هيكون إيه. ولذلك هناك السورة اللي اتكلمت عن المجرمين لما يقولوا عادوا الرسل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم وانقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.